اتفضل يا بابا، الاكله بتاعك اهو. جبت لك كل ايه النهارده يا هنا؟ فول وطعميه. ربنا يخليكوا ليا يا رب. امال انتوا اكلتوا ايه؟ احنا اكلنا فول وطعميه برضو زيك يا بابا. ماشي يا حبيبي، ان شاء الله الاكله الجايه هجيب لكم فراخ. طب يلا يا بابا علشان تطلع تاكل فوق، وديك العلاية. يا هنا يا نهار اسود. بابا امشي انت بسرعه. يا هنا. نعم يا بابا، في ايه؟ يا هنا اختك راحت فين؟ بعتها تجيب لي حاجه، اتاخرت عليا قوي. هتيجي هيا يا بابا، انا جبت لك عصير من اللي انت بتحبه عشان تشربه. شكرا قوي يا همزه، بس انا مش هينفع اشرب حاجه دلوقتي، اصل لسه اخد العلاج. عادي يا بابا، ده عصير مش هيعمل حاجه، حتى خد ذوق. الله جميل قوي يا همزه. خد يا بابا اشرب العصير ده كله. ماشي يا حبيبتي. يا نهار اسود، هنا هنا كده يا بابا. هنا انت كنت فين؟ انا عمال ادور عليك. انا كنت بفطر في فلوس يا بابا عشان اجيب لك العلاج. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، وهمسه كمان جابت لي عصير من اللي انا بحبه. همسه، امال ايه السرنجه اللي في ايدك دي؟ سرنجه ايه؟ اسكتي والا هقول لبابا على كل حاجه. هنا خد هنا، انت كنت بتعملي ايه في العصير من الحقنه اللي انت كنت ماسكاها دي؟ حقنه ايه هنا؟ انا مش فاهمه حاجه، وضحي كلامك. ما تعمليش نفسك عبيط، انا شفت كل حاجه بعناية الاثنين دول. ماشي، روح قولي لابوك اللعمه بقى. هم على فكره مش هو انا بس، هو ابوك انت كمان. انا بقى بخيل، انا بقى بخيل قوي، فالاحسن انه يفضل عمى ما يشوفش حاجه عشان ده يعيش براحته. هم اوعى تكوني بتعملي اللي في دماغك. برافو عليك، بدات تفهمي. سلام. العيش ممنوع على الخلق. هرجع افتح تاني ان شاء الله يا محمد. همزه بتستناك هنا جاي. تعالى يا بابا اقف هنا، وانا هروح اكلم الدكتور وهرجع لك تاني. تعالي هنا، اللي انت عملتيه ده كده يا دكتور؟ بابا هيرجع يشوف تاني ولا ايه؟ شوف تاني بس، ابوك نظره اتدمر خالص، والمستحيل ان هو يرجع يفتح تاني. فرحتني يا دكتور. انت بتديهم العلاج اللي بيبوظ علينا ده كام مره في الاسبوع؟ كل يوم. كل يوم؟ لا، ابوك لازم يبطل العلاج ده خالص. انت مالك؟ ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، انت اللي عليك تاخد الفلوس دي وتسكت خالص. همسه. نعم يا بابا، في ايه؟ هاي همسه، الدكتور طمنك قال لك ايه؟ قال لي ان انت هترجع تشوف تاني وهتشوف احسن من الاول كمان. همسه انت كنت فين انت وبابا؟ انا خدت بابا عند الدكتور عشان اطمن عليه. تطمني عليه؟ ولا تخلصي منه وتقدري تسرقي فلوسه؟ يا بنت فقريه، شفتي لما بابا اتعمى بقى معاه فلوس زي الرز ازاي؟ امسكي. همسه يا هنا. ليه كده يا هنا؟ ليه بتسرقي فلوس من بابا؟ همسه هنا، انا كان معايا فلوس مانيش لاقيها. ايه يا بابا؟ هنا الحراميه سرقتي، هدي الفلوس للحراميه. اتفضل يا بابا. والله ما سرقت حاجه يا بابا. ايه ده؟ انت بتسرقيني هنا؟ والله ما خدت حاجه يا بابا. امال ايه ده؟ ليلي يا ودي دنيا بتظلم الناس. ايه ده؟ مين اللي همسه اختي واقفه معاه ده؟ انت عايز ايه؟ مش قلت لك ما عادش ترن عليا تاني؟ انت قايل معاك مش هتجيب لي العلاج اللي انا بدي لبابا عشان ادمر عينه. مش هجيبهولي، قلت لك العلاج ده خطر على ابوك عادي ياخده تاني. وانت مالك اصلا؟ قلت لك تديلهم العلاج ده مره واحده في الاسبوع، وانت بتديلهم العلاج ده كل يوم، كده ابوك عينه هتتدمر وهتصفى خالص، حرام عليك. طب هتقولي المره دي، وانا هديهوله مره كل اسبوع زي ما اتفقنا، وخد الفلوس اهي. لا لا انا مش مصدقها ايه اللي بسمعه؟ يا نهار اسود. انا وسط غابة. بابا انا عايز اقول لك على حاجه بسرعه. عاوزه ايه يا حراميه؟ جايه تسرقي ابوكي تاني؟ بابا والله العظيم ما خدت منك حاجه، انا مش حراميه. بقى تسرقي ابوكي يا هنا؟ تسرقي ابوكي علشان ابوه ما بيشوفش؟ والله ما سرقت منك حاجه يا بابا، خمسه هي اللي عملت كل ده، وهي اللي عملت كده في عينيا. خمسه؟ لا مستحيل. همسه بنتي بتحبني ومستحيل تعمل فيا حاجه زي كده، انت كذاب كذاب، قومي امشي من قدامي. بسرك هتعرف الحقيقه يا بابا. بابا يا حبيبي. فيا بابا مالك؟ شكلك زعلان. مفيش حاجه يا همسه حبيبي، مخنوق بس شويه، نفسي ارجع اشوف زي الاول. ان شاء الله يا بابا ترجع تشوف تاني وتشوف احسن من الاول كمان. حاسس مصدر انا جبت لك ايه؟ جبت لي ايه يا همسه يا حبيبي؟ جبت لك العصير اللي انت بتحبه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يلا بقى عشان تشربه. همسه انت بتعملي ايه؟
انا جايبه بابا العصير اللي هو بيحبه عشان يشربه. ماشي اشربي انت الاول. هو انا اشربه ليه؟ مش انت جايبه لبابا؟ هو حلو، ما تشربي انت الاول. في ايه يا هنا؟ استنى يا بابا ما تشربي. حاضر انا هشربه اهو. الحاني يا بابا الحاني، انا ما تضربينيش. همسه في ايه يا همسه؟ انا بيب. انا بيب. يا نهار اسود يا ابني، اصحى يا ابني، ده شكله تعبان قوي يا محمد يا اخويا وبيموت. يا نهار اسود، طب احنا مالناش دعوه يا همسه، يلا نمشي من هنا بسرعه. ايه ده يا محمد يا اخويا؟ شيل بسرعه وديه المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ايه يا همسه؟ واشتلوا ايه؟ ده شكله تقيل قوي. مش تبع تهتر يا محمد يا اخويا. حاضر هشتل اهو. استعليها. الف حمد لله على السلامه. انت مين؟ انا اللي جبتك المستشفى، انا ومحمد اخويا. محمد اخوكي؟ فين محمد اخوكي ده؟ محمد اخويا بيغير الانبوب في العماره اللي هناك دي. اهو كده اهو. ايه يا همسه، فاقوا بقى كويس؟ الحمد لله يا اخويا، فاقوا بقى كويس، بس هو مش عارف احنا مين. مش لازم يعرف احنا مين يا همسه، المهم احنا لازم دلوقتي نعرف مين اهله علشان نرجعه لاهله، زماتهم دلوقتي بيدوروا عليه. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انا مش فاكر حاجه خالص ومش عارف اسمي. لا اله الا الله. يلا بقى يا همسه، احنا عملنا اللي علينا، يلا عشان نروح نشوف مصالحنا. محمد بقى. طب تعالى معانا يا حبيبي. ادهم يا ادهم. هنا. نعم يا بابا. ادهم اخوك فين؟ انا قالب عليه الدنيا من الصبح مش لاقيه. ما اعرفش. ازاي يعني ما تعرفيش؟ انا ما انا سايبه قاعد معاك الصبح، هيكون راح فين يعني؟ تعالى دور عليه في جيبي. بيت احترمي نفسك بدل ما اديكي 100 قلم على جنب واحد. قلت لك ما اعرفش ما اعرفش. ماشي يا هنا، الاقي ادهم اخوكي واحسبك معايا بعدين. الو عملتوا ايه؟ الله يرحمه، الله ينور عليك يا رجاله. دور عليه بقى من هنا للسنه الجايه. همسه انا وديت المستشفى وكمان عالجته على حساب واشتريت له جلابيه، اعمل له ايه تاني؟ عايز يشتغل معانا، بقى غلبان وكمان فاقد الذاكره، حرام نرميه في الشارع. ايه الحلاوه دي؟ شكرا حضرتك. حضرتك؟ لا حضرتك دي مش هتنفع معانا خالص. انا اسمي محمد ودي اسمها همسه. احنا بقى عايزين نشوف لك اسم علشان ندي لك بيه. انا هسميك شباره. شباره؟ حاضر يا استاذ محمد. ماشي يا شباره. بص بقى هبعتك شقه تروح تجيب منها الانبوبه الفاضيه. بقول لك يا ريس، بعد اسمك ما شفتش طفل عنده 15 سنه هنا؟ في يا شباره؟ مالك انت بتجري كده ليه؟ وجيت هنا استخبيت ليه؟ كان في واحد بيسال عليك. ولا انت شكلك مش فاقد الذاكره وبتشتغلني؟ انا فعلا مش فاقد الذاكره. طب اطلع يا ابني ال 500 جنيه اللي دفعتهم لك في المستشفى. ايه ده يا محمد؟ اما نفهم منه هو ليه عمل كده؟ انا هحكي لكم على كل حاجه. بس كده يا استاذ محمد، وهي دي كل الحكايه. يعني انت اختك بعتت ناس علشان تخلص عليك عشان الورث اللي مكتوب باسمك؟ ايوه يا استاذ محمد. طب انت هتعمل ايه دلوقتي يا شباره؟ لو حد شافك ممكن يأذيك تاني. ما هو ده اللي مخليني مستخبي عندكم هنا وقاعد وسطكم، عشان بصراحه انا خايف قوي. خايف؟ واحنا خايفين اكتر منك. ابعد عننا يا ابن الحلال، احنا ما احناش ناقصين مصايب. بس يا محمد عيب كده. محمد اخوك عنده حق يا همسه، انا لازم ابعد عشان ما تاذوش بسببي. اشوف وشكوا على خير. استنى، لو شباله مش يا محمد انا همشي معاه ومش هتشوف وشي تاني. خلاص يا همسه خليه قاعد. انت مين يا ابني؟ انا الوسطى محمد بتاع الانابيب. انابيب؟ امشي من هنا يا ابني، احنا معلش عايزين انابيب. لا شوف انت رايح فين. اسمعيني بس يا ست هان، الولد اللي عنده 15 سنه اللي ابوه بيدور عليه عندي، فانا كنت عايز اعرف ابوه فين علشان اجيبه له. ادهم امشي انت من هنا وانا هروح اقول لبابا، لان بابا بعيد قوي. الله يصلح حالك يا ست هان. سلام عليكم. هان هان. نعم يا بابا. انا لسه ما ظهرش حد دلوقتي، هنعمل ايه؟ يوم انا اتخانقت كل شويه انا ادهم. مش انت بتقول لي ان انت خلصت على ادهم بايديك دول؟ ايوه والله مخلص عليه بايديا دي. ادهم لسه عايش وقاعد عند واحد بيبيع على بيب، انت تروح دلوقتي وتخلص عليه. تحت امرك يا ست هان. لسه معانا كام انبوبه يا بنت يا همسه؟ حوالي 4 انابيب. الحق يا شماره. همسه
كده الناتج النهائي يطلع حمض الهيدروليك، صح كده؟ اكمل بقى شغله وبعدين ارجع اذاكر. خدي تعالي هنا. نعم يا ماجد يا اخويا. بتقلي نزلك من البيت، مش انا قلت مفيش نزول من البيت ولا شغل تاني؟ انا بصراحه كده يا ماجد يا اخويا مش هسيبك تشتغل لوحدك، وانا عارفه ان انت في ثالثه سنه ومحتاج كل قرش وكمان كل ثانيه عشان تذاكر فيهم. وانا يعني اشتكيت لك من النهارده مفيش نزول من البيت ولا شغل تاني، وانا اللي هشتغل واصرف عليك. يلا على البيت. ماشي يا ماجد يا اخويا. ولا تفتح يا عليم يا رزاق يا كريم. خد هنا يا بنتي يا هنا، انت ايه اللي قالك تسيب الجراج بتاعك وانك تشتغل في الجراج بتاعك؟ انا اسفه يا بنتي يا هنا، انا هشتغل معاك اليومين دول بس عشان ماجد اخويا قال لي ان انا مش هنزل الشغل، وانا عارفه ان هو في ثالثه ثانوي ومحتاج لكل اتش وكل ثانيه عشان يذاكر فيهم، بس اوعى ماجد يعرف ان انا نزلت الشغل من وراه. من عنا الاثنين ده انت هتنورينا. شكرا يا هنا. انا وسط غابه. ماجد ياض يا ماجد. صباح الفل يا اسطى محمد، مفتاح الميكروباص اهو، انا مسحته وخليته زي الفل. ايه ده انت بتذاكر؟ هو انت متعلم اصلا؟ انا في ثالثه ثانوي السنه دي يا اسطى محمد. وانت بتذاكر ليه وبتتعلم ليه اساسا؟ ما انت شغال شغل حلو وبتسترزق. انا ما بتعلمش عشان الفلوس، انا بتعلم عشان اخش كليه الطب وعالج البت همسه اخت. مالها البت همسه القرشانه دي؟ همسه اخت وديتها كشفت عليها والدكتور قال لي ان هي عندها مرض نادر جدا، فانا عاوز اجيب مجموعه السنه دي وادخل كليه الطب وابقى دكتور عشان اعالجها. ان شاء الله تجيب المجموعه وتنجح ياض يا ماجد. يا رب. ايه يا همزه تعالى عشان انا جبت فطار نفطر معاك. همزه همزه مالك يا همزه؟ مفيش غير ماجد اخوها. ما يلا يا ابني انت لسه بتذاكر ايه؟ ده انت حفظت الكتاب من الجلده للجلد، ما عادش فاضل الخمس دقايق على الامتحان. ماجد الحقني، همزه اختك مغمى عليها ومرميه في الجرس وقطع النفس خالص. همزه اختي؟ صراحة فين؟ بقول لك فاضل خمس دقايق على الامتحان. همسه اختي برضه لو حصل لها حاجه ما هيبقالوش لازمه الامتحان ولا التعليم خالص، انا بتعلم عشان اجيب مجموع وادخل كليه الطب وابقى دكتور واقدر اعالج همسه اختي. تعالي وريني فين همسه. ودي دنيا يا بنت. ايه يا ماجد همسه اهي. همسه رد عليا والنبي همسه 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 ما ماليش غير استعليها. دكتور اي حد يلحقني. ايه ده ماجد؟ همسه مالها؟ مش انت في ثانويه عامه عندك امتحان النهارده؟ الحقني يا دكتور، همسة اختي اغمى عليها وقطع النفس، انا خايف عليها قوي. طب سيبها وما تقلقش، روح انت امتحانك يلا. حاضر. طب السؤال الاخير ده عملت فيه ايه؟ كله صح ما عدا اخر اتنين غلط. الحمد لله كده الامتحان عندي كله صح، يا رب انجح واجيب مجموع كليه الطب. يا رب يا همسة تعملي اللي انت عملتيه ده وتقلقينا عليكي كده؟ ما الحمل كان كتير عليك قوي يا ماجد يا اخويا، وانا كان لازم اشتغل واساعدك. وانا يعني اشتكيت لك؟ انا قلت مفيش شغل يعني مفيش شغل، ومن النهارده انا اللي هشتغل واصرف على البيت وربنا يقدرني، اهم حاجه ابقى مطمن عليك. مش مهم دلوقتي، انت عملت ايه في امتحان النهارده؟ النهارده كان اخر امتحان، الحمد لله حليته كله صح وما عنديش ولا واحده غلط، فاضل بس استنى النتيجه. ادعي لي بقى. ربنا يوفقك يا ماجد يا اخويا وتبقى دكتور قد الدنيا كلها. ولا يا ماجد النتيجه ظهرت. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ وانا ههزر معاك ليه يا عم؟ خد يا عم النتيجه بتاعتك ايه؟ جبت 99% يا ابن المحظوظه. الف حمد وشكر لك يا رب، راح افرح همسه. همسه انت فين يا همسه؟ انا نجحت وجبت ها جبت الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها؟ اه الحاجه في الشنطه اهي، خلصيها وهجيب لك كميه اكتر، بس زي ما اتفقنا المكسب بالنص. حاضر حاضر هاتهم عشان الحق اوزعهم. قول يا همسه اختي اللي انا مربيها على ايدي تعمل كده. ليليا يا خدي هنا يا بنتي يا همسه، انت كده معدي على الكلام ولا الكلام؟ وبعدين انت ما جبتيش الجراج النهارده ليه؟ انا خلاص ما عدتش هاجي الجراج ده تاني، انا لقيت شغلانه ثانيه هتجيب لي فلوس اكتر وهقدر اساعد ماجد اخويا. شغلانك ايه دي يا بنتي يا همسه؟ هبقى افهمك بعدين، انا دلوقتي هروح اوزع الحاجه اللي معايا. تساوي على ياض يا ماجد انت قاعد كده ليه؟ عرفت ان باب التقديم بتاع الكليات فتح؟ جهزت ورقك عشان تقدم في كليه الطب؟ مش هقدم في اي كليه ولا هتعلم اصلا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مجنون؟ ده انت جايب 99% يعني فاضل لك خطوه وتبقى دكتور وتعالج همسه اخت. ماشي يا اخوات اسمعوا. العشق ممنوع على الغلا. الحمد لله يا رب قدرت اكمل نص مصاريف كليه ماجد اخويا وهو مع النص الثاني، اخيرا هشوفه دكتور. ماجد يا ماجد خلاص خالص مش عايزك تقولي اسم على لسانك تاني. في ايه يا ماجد؟ انا كنت جايبه لك نص فلوس كليتك عشان تقدم فيها. هقدم في الكليه بفلوس حرام؟ انت ظالمني يا ماجد، دي مش فلوس حرام. انا شفتك بعيني ده غوري من وشي ومش عايز اشوفك تاني.
انت فين ومش بتيجي تاخد بضاعه مني ليه؟ خلاص انا ما قعدتش اشتغل تاني. ماجد اخويا اللي انا كنت بشتغل علشانه وبشتغل علشان اساعده اتبرى مني، يبقى الشغل ملوش لازمه. لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا خلينا تعمل شنطه صواني. وريني الشنطه دي فيها ايه؟ انت مجنون يا ابني، نزل ايدك. قلت لك وريني الشنطه دي فيها ايه. ايه ده، مناديل؟ وانت فاكر يا فيها ايه؟ يعني همس اختي كانت بتاخد منك مناديل وتنزل توزعها عشان تساعدني في مصاريف الكليه؟ انت ماجد بقى اخو همسه اللي ظلمتها. حسب الله ونعم الوكيل. ليلي يا خدي هنا يا بنتي يا هانس. انت رايحه على فين كده؟ وبعدين انت ما نزلتش الجراج النهارده ليه؟ انا خلاص ماشيه، ما عدتش هاجي هنا تاني. طب وماجد اخوك؟ قلت له اتنين مالكوش على بعض. ماجد اخويا اتبرى مني وقال ان انا ما عدتش عايز اشوف وشك هنا تاني. سلام. استني هنا بس يا هانس، ما ينفعش تمشي، خليك هنا وانا هروح اتكلم مع ماجد اخوك. والحلم بيضيع فيها. محمد ما تعرفش البت همسه اختي راحت فين؟ البت همسه جت من شويه طلبت مني 10 جنيه وخدتها ومشت. راحت فين بس؟ ما تعرفش مشت منين يا استاذ محمد؟ لا والله ما اعرفش. انا عارفه همسه اختك فين، بس انت يا ماجد ظلمتها. انا عرفت الحقيقه وعرفت كل حاجه وعرفت ان انا ظلمت همسه. انا عايز اعرف مكانها عشان ابوس دماغها واقول لها تسامحني. طب تعالى معايا. همسه همسه اصحى يا همسه. همسه ورحمه امك وابوك ما تسيبيني يا همسه. همسه انا ماليش حد يا همسه. همسه والنبي اصحى يا علي، ما رزقك يا كريم. قلت لي البيتزا دي رايحه على مره كام يا بنتي يا همسه؟ 49 باين. ايه طب تعالي ورايا، شكله هو ده. اتفضل يا باشا الاوردر بتاع حضرتك. ماشي. قلت لي بقى حسابك كام؟ ايه ده، فين البيتزا؟ يا نهار اسود، فين يا بنتي يا همسه البيتزا؟ اصل انا كنت جعانه وانت سايق المكنه فاكلتها. الله يخرب بيتك، طب اجري بقى. وانا عاوز منك ايه؟ مش كفايه ابوك عرفنا قبل ما يموت وعرفنا برضه بعد ما يموت ويسيب لك انت كل حاجه باسمك؟ انا مش عاوزه فلوس، انا عاوزك انت يا عم وبنت عم تفضلوا جنبي. حلو قوي، يبقى تكتب لنا تنازل عن كل حاجه وبعدين هشوف انا هعمل معاك ايه. خد بالك من البيت دي لحد ما اروح للمحامي اخلص كل حاجه معاه. حاضر. الحلم بدي. يا نهار اسود، اعمل ايه دلوقتي؟ مدير المطعم هيرفدني بسببي. اعمل ايه يعني؟ ما انا كنت جعانه. طب تعالى نروح نتأثر ونقول الحقيقه وهو اكيد هيسمع. ماشي يلا بينا. ايه ده؟ ده مين اللي عبدنا هنا دي؟ مالك يا حبيبي؟ عمي وبنت عمي عاوزين يخلصوا عليا. يا نهار اسود، مصيبه جديده، هنعمل فيها ايه دي؟ هنعمل ايه يعني؟ شوفها بسرعه، تعالى نمشي من هنا. ايه عمك وبنت عمك دول؟ هو لسه في ناس كده؟ انت شكلك طيبه، ما تيجي تشتغلي معانا. انت شغالين ايه؟ بنوصل دليفري. وانت شايفانا شغالين قوي؟ ما احنا اترفدنا بسببك. ما احنا هنروح للمدير ونتاسف له وهو اكيد هيسامح. ايه طب يلا بينا ونقول له ان البنت دي هتشتغل معانا. محمد بيه، هو انت ده؟ انا هطلع عيني، انا جالي منك كام شكوى الشهر ده؟ ايه ده بس يا محمد بيه، والله اخر مره ومش هتتكرر تاني خالص. طب يلا اخش في شغل. طب طلب صغير كمان، معايا بنت صغيره طيبه قوي عايزين نشغلها معاك. طب اخلص يا فين. تعالي يا هنا. بس اقفوا هنا، احنا هنا في امان. فاق بقى، انا مش فاهم حاجه، احنا بنجري من الراجل ده ليه؟ انا هفهم كل حاجه. الراجل اللي انت شغالين عنده ده يبقى عمي، هو عاوز يخلص عليه وياخد الفلوس اللي ابوه الله يرحمه كاتبها لي. يا نهار اسود، واحنا وديناك ليه برجلنا؟ طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه بس؟ انا مش شايل هم حاجه غير الشغلانه اللي انا هترفد منها. ما تخافش، احنا مش هنترفد، احنا هنخبي البت دي ونروح نقول انها هربت مننا ومش عارفين عنها حاجه. هو يعني هيصدقنا؟ ده الراجل ده شكله صعب قوي، بس احنا هنحاول وربنا يستر. يلا بينا. بفضل الناس. تعالوا هنا بقى، فين بنت اخويا انا انت وهي؟ ده بنت اخوك مين بس يا باشا؟ هتشتغلوني بقى. قصدك على البنت الصغيره اللي كنا جايبينها تشتغل دليفري معانا؟ طلعت شيطانه يا بابا وهربت مننا، مش صح يا بيت؟ صح هربت. انت عارف لو عرفت انكم تعرفوا حاجه عن البنت دي انتوا عارفين انا هعمل فيكم ايه. يلا في المطعم اوردر، يلا روحوا وصلوه. حاضر يا بيه. سامحني يا بابا، انا وصلت. لا عملتوا ايه؟ ما تخافيش، احنا قلنا للمدير اللي انت ما نعرفش عنك اي حاجه وهو صدقنا. انا خايف قوي، عامل ده شراني ممكن يعمل فيكوا اي حاجه. اطمن، احنا معاكي دايما ومش هنسيبك حتى لو فيها قطع اكل عيشنا. انتوا بجد طيبين قوي. محمد ليه؟ انت عاوز ايه؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ مش عندك اوردرات هتوصلها فين؟ هدوم الشغل. انا من النهارده مش هشتغل دليفري تاني، انا اعرف طريق بنت اخوك اللي انت بتدور عليه وعاوز مليون جنيه عشان اوصلك بيها. همسه انتوا رحتوا فين؟ انا قلب عليكوا الدنيا. في ايه يا همسه مال؟ انت كنت عاوز تبيعها انا لعمها وتاخد منه مليون جنيه.
استني هنا يا همسه اسمعيني والله انا مظلوم. احنا شفناك بعيننا وانت بتتفق مع عمها ان انت تاخد منه مليون جنيه وتسلمه هنا. انا فعلا عملت كده بس دي نص الحقيقه. انا رحت لظابط وحكيت له كل حاجه وقلت له على حوار هنا ده وقال لي اروح لعمها واقول له كده عشان نحبس عمها ونرجع لها حقها في ميراث ابوها الله يرحمه. ايه ده بجد يا ماجد؟ يعني احنا ظالمينك؟ طب انا دلوقتي في خطر ان لازم نلحقها. تعالي معايا. فاكره نفسك تهربي مننا يا بنت انت؟ بص يا بنت انت، انا كنت بكره ابوك الله يرحمه وما كنتش بطيق وبكرهك اكتر مني. بص يا سلمى، انا راح اجهز الاوراق واجي عشان البنت دي تمضي عليها عشان نخلص منها. حاضر. طبعا عارفه هتعملي ايه. عارفه بسرعه. انتوا رايحين على فين؟